منذ قديم الأزل والصراع قائم بين قوى الخير وقوى الشر في هذا العالم، وها هي قوى الشر تستغل كل ما توصل إليه العلم من تقدم في علم الذرة والطاقة الكامنة والكمبيوتر في سبيل تحقيق مآربها وسيطرتها. ولكن هناك أبطال يسعون لخير الأرض والبشرية، والذين قبلوا هذا التحدي ضد قوى الشر: ليوكانغ، كيتانا، ساب زيرو، جاكس، سونيا بلين، نايت وولف، كيفا، سترايكر، رايدن. تابعوهم. يكفي يا كيفا، اذهبي فلدي ما أقوم به. انذار، يبدو أن هناك هجوما جديدا. أنا ليوكانغ، هل تسمعني؟ أسمعك وأراك جيدا. ماذا هناك؟ الأجهزة تكشف عن إشارات هجوم لمجموعات السيبرز، وقد يكون سيكتور وسيراكس وراء ذلك. سنتحقق من ذلك. انتهى. إلى القتال من جديد إذن. كونوا حذرين، إذا كانوا من جماعة سيكتور وسيراكس فقتالهم ليس سهلا. سوف نجعل منهم كومة من الخردة. إذن دعونا نلقنهم درسا. إنذار، دخل حتى الآن 22 من السيبرز، وهناك المزيد على الطريق. لن يستطيعوا فعل شيء وأنا حي. لنمنع وحدات السيبرز من الوصول إلى المدينة. حسنا، نحن جاهزون سترايكر. يجب علينا أن نحول دون معرفة المواطنين بهجمات هؤلاء الآليين الأشرار، وإلا فسوف يرتبك الناس وتعم الفوضى والذعر بينهم. وإذا حدث هذا لابد أنهم سيفقدون الثقة بنا، لذلك يجب أن نكون على قدر المسؤولية ونقضي عليهم قبل حدوث ذلك. انهض يا جندي. أنا لست جنديك. لا وقت للمزاح الآن، يجب أن نقضي عليهم قبل أن يصلوا إلينا. سنضع خطة للهجوم. لم أعد أصبر، حان وقت القتال. إن سونيا محقة، هيا بنا. قد أيها الآلية. شكرا لك على حمايتي يا جاكس، ولكن احذر انهم خلفك. من الافضل لكم ان تستسلموا على الفور، فنحن نفوقكم في العدد والعدة. إننا أكثر منكم بنسبة 20-1، وهذا يعني أنكم ستخسرون. ولكن ينقصكم أهم شيء وهو الروح. أعذر من أنذر. دمر الهدف. أحسنت يا
كانغ. احتموا هنا. كلما دمرنا قسما منهم يظهر أضعاف أضعافهم من جديد. دمروهم. سابزيرو؟ ما الذي جاء بهذا الخائن؟ يبدو أن سابزيرو جاء ليقاتل معنا، هيا بنا نساعده. هل أنت مجنون؟ لا يمكن أن نثق به، فكلنا يعرف أنه خائن. وأنا لا أطيقه، ولكن يجب أن نقضي على وحدات السبر. لا وقت للنقاش الآن، يجب علينا أن نتحرك بسرعة. إذن ماذا تنتظرون؟ حان وقت القتال. سونيا، كرة اللهب. قضينا عليهم قضاء مبرما. أعتقد أنهم لن يعودوا إلى هنا ثانية، ولو مؤقتا الآن. هل لي أن أسأل عن سبب مساعدتك يا ساب زيرو؟ بعد اختفائك فجأة اعتقدنا أننا لن نراك ثانية يا سابزيرو. نعم، وقد كنا نتساءل لصالح من تقاتل في هذه الأيام. سؤال جيد، معك حق. اختفيت فجأة وبدأت أقاتل مع قوى الظلم والشر في العالم، وكان ذلك بعد أن قتل ليو كانغ أخي الوحيد، وعند ذلك انضممت إلى هؤلاء الأشرار تدفعني فكرة الانتقام لأخي. قوة إيمانك بالخير واكتشاف نقاط الضعف في خصمك أهم من عضلاتك يا كانغ. شكرا جزيلا على نصيحتك يا آنسة كيتانا. حسناً، لماذا عدت لمساعدتنا إذن؟ بعد موت أخي اكتشفت أنه كان شريراً وظالماً فعلاً، وهذا ما رفضته وأرفضه دائماً. ولو لم يقتله ليو كانغ لقتل على يد غيره. لقد عرفت ذلك متأخراً، وهذا ما يزعجني ويحز في نفسي الآن، ولهذا قررت أن أعود إليكم. أرجو أن تقبلوني من جديد. وهل ستبقى معنا؟ طبعاً يا جاكس، سوف أبقى معكم ولن أفارقكم أبداً، وسنقاتل معاً من جديد يداً بيد ضد قوى الشر والظلم في هذا العالم. هناك سؤال يطرح نفسه الآن، هل أنت قادر على مسامحة ليو كانغ على قتل أخيك؟ ما فعله ليو كانغ كان من أجل الخير، لكن ذلك ألمني. ما أريد أن أعرفه هو لماذا عدت في هذا الوقت بالتحديد؟ عودتي لم تكن مصادفة. معركة السيبرس لم تكن شيئاً بالمقارنة مع ما سيحدث. من أرسلك؟ لا أحد، لكنني جئت لأحذركم من أن العقرب يعد لهجوم كبير ضدكم، وهو الآن في طريقه إليكم. متأكد أن العقرب قادم؟ نعم، ويجب أن نستعد لمواجهته بشكل جيد حتى لا يفاجئنا. وكيف سنعرف أنك صادق؟ ومن الذي أعلمك بذلك؟ لأنه حاول تجنيدي معه. أهلا بك يا رايدن، لقد انتهى القتال يا صديقي. ليس وقتك الآن، نحن أمام مهمة أصعب وهناك خطر كبير قادم. إن كنت تقصد العقرب فهذا خبر قديم. إذن أخبرتهم عن الهجوم المرتقب الذي يعده العقرب. رائع. تقصد أنه مثير للريبة، ومن سيصدقه فيما يقول؟ أنا أصدقه. صحيح أن رأيك يصيب في معظم الأحيان، ولكن هذا لا يعني أنك لا تخطئ أبدا. ولكنني متأكد هذه المرة.
حسناً، دعونا نرى ماذا لدى نايت وولف. لا شيء مؤكد بعد، لكن الأجهزة تلتقط إشارات لم أفهمها. إذن هيا بنا نقوم بجولة. نعم، علينا أن نقوم بذلك. ولكن من أين سأبدأ؟ انتظر يا ساب زيرو، يجب أن نضع خطة للتحرك. هي ساب زيرو مصيب، آسف، أقصد أنه أدرى بالعقرب. لا فائدة من هذا النقاش، من يريد أن يأتي معنا فليتحرك. وأنا من رأي سونيا، سوف نبدأ جولتنا فوق المحيط. سترايكر يتكلم. ليو كانغ، هل تسمعني؟ انعطف شمالا. نعم أسمعك يا سترايكر، أرجو أن تبقى على اتصال دائم معي وتخبرني بما تراه. حسنا، ولكن تذكر أي خطأ بسيط في الأزرار قد يدمر مركبتك. هاي، ضع هذه على عينيك. ليو كانغ، أتسمعني؟ نعم أنا أسمعك، ولكني لا أفهم لما علي أن أقود هذه المركبة، فأنا أفضل أن أقاتل 1000 رجل في وقت واحد وبمفردي على أن أقود مركبة مزودة بهذه الكمبيوترات المعقدة والتي لم أتدرب عليها بشكل كامل بعد. هل فهمتني الآن؟ أنا أفهمك ليو كانغ. أهلا كيتانا. لا تقلق، هذا شيء عادي، أنا أسيطر على المركبة. اهدأ يا كيفا. معها حق، فهي لم تره منذ زمن بعيد. لا تقلق يا ساب زيرو، هيا لندخل من هنا. هيا، الجميع يعرف أن هذه الحيوانات تحمل كثيرا من الأمراض. سترايكر، ما هذه الوساوس؟ كيفا، ساب زيرو صديق. حسنا يا سترايكر، أهلا بك. أهلا. هيا يا ساب زيرو، سندخل إلى القاعدة. شيء رائع أن يدخل إلى القاعدة ويعرف كل أسرارنا أيضا. لا تغضب يا ساب زيرو، سونيا تبالغ في الحذر فقط. سونيا؟ يجب أن تعذرها، سونيا فقدت أعز أصدقائها في المعارك السابقة، وبعد ذلك أصبحت تبالغ في الحذر كثيرا. نحن نعذرها، ولكنها تشعرني بالإهانة أحيانا. هل من إشارات جديدة على الأجهزة؟ سترايكر، أين وولف؟ أسرع في التقاط الإشارات، فالوقت يمر وهذا ليس لصالحنا. هل من جديد؟ منذ الصباح وأنا أتلقى إشارات كثيرة على الأجهزة، ولكنها معقدة جدا ولم أستطع فهمها. جهاز الالتقاط الذي أتزود به يعطي إشارات تنذر بقدوم هجوم قريب جدا، والإنذارات تقول إنه هجوم خطير وغير عادي. بدأ الهجوم. نعم بدأ فعلا. أهو العقرب؟ لا النوماد، ولكن كيف عرفوا المكان؟ وهل هذه تحتاج إلى سؤال؟ ساب زيرو خاننا طبعا. لا تتسرعي في إطلاق أحكامك، فأنا لا أوافقك على هذا الرأي. صدقوني لا دخل لي بذلك. نصدقك. هراء. أنا ونايت وولف سنتساعد مع ساب زيرو، ومن الأفضل أن تنطلقوا أنتم إلى مركباتكم حالا. لا تلحق بهم.
أعبر السبب. حسنا سأفعل. أعتقد الآن أنه حان وقت القتال. كيف دخل النوماد مجالنا دون أن نكشفهم؟ هذا لأنهم اختلطوا بقوات الشرير سيراكس، وهذا أدى إلى صعوبة تمييز الإشارات. برأيك كيف عرف النوماد مكان القاعدة؟ عندما حاولوا أن يجندوني لابد أنهم زودوني بنوع من أجهزة تقفي الأثر. سيبقى سابزيرو عندك يا نايت وولف، فأنا ذاهب لمساعدتهم على النوماد الآن. رافقتك السلامة يا رايدن. هناك أحد في الداخل. إنه كارباك قائدهم الجديد. ترى ماذا هناك يا نايت؟ غرباء في الداخل، نحتاج مساعدة. تدبر أمرك ريثما تصلك المساعدة على الأقل. لا يمكنك قتال النومان بمفردك، دعني أساعدك يا نايت. اقضوا عليهم، هيا كيفا الآن. توقفوا وإلا قضيت عليكم. دعك من هذه الحركات الصبيانية يا سان زيرو أيها الخائن. أحسنت يا سابزيرو، شكرا. الجميع بخير، ولكن بما أن النوماد قد عرفوا طريق القاعدة علينا أن نقضي عليهم حتى لا يعودوا ثانية. والآن ماذا يفعل هذا الخائن هنا؟ اهدئي، لقد خاطر بحياته من أجلنا، ودون شك سابزيرو أصبح واحدا منا ونثق به. سونيا، كنت على حق يا سابزيرو في أمر تزويدك بجهاز تقفي الأثر، لأن النوماد قد تبعوك إلى هنا بواسطة هذا. ترى هل من إشارات عن العقرب؟ ماذا الآن؟ لا أدري ماذا أقول لك سابزيرو. اسمع، أنا آسفة لأنني قسوت عليك، ولكن يصعب علي أن أثق بأحد. لا أحتمل رؤية الذين يهمونني يصابون بالأذى. لقد فهمت، هذا رائع. أكرر أسفي. انذار، هناك هجوم. إنه العقرب. أهلا بالعقرب.